بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء المحامين، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم من خلال منصات المركز الإعلامي لنقابة المحامين المصرية. موضوع الحلقة دي: هل يسهم المجني عليه بخطأه في تخفيف العقوبة على الجاني أو تبرئته؟ ما معنى هذا؟ يعني ممكن المجني عليه يكون سبب في تبرئة الجاني؟ يعني ممكن المجني عليه يكون سبب في تخفيف العقوبة عن الجاني؟ أيوة يمكن. إيه الصور اللي لكده؟ قضايا النصب مثلا، لو النصاب انتحل صفة وادعى ادعاء لم يكن كافيا في ذاته لأنه يوقعه في جريمة النصب، يعني لازم عشان المتهم يقع في جريمة نصب أن يكون ارتكب أفعالا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. طب إذا المتهم اكتفى بأنه يقول له أنا صاحب شركة كبيرة جدا ثم وقع المجني عليه ضحية وأعطاه أمواله لاستثمار ولم يقدم له دليلا على هذه الشركة ولم يقدم له سجلا تجاريا ولا الأوراق الخاصة بالشركة، يبقى هنا المجني عليه هو اللي أسهم وساعد المتهم في أنه يتنصب عليه، والمتهم ما ارتكبش جريمة النصب كاملة كما استلزمها القانون، يبقى هنا المجني عليه خطأه وعدم احترازه وعدم تأكده من صفة الجاني كان سبب في أن الجاني ينصب عليه وياخد أمواله دون أن يكون الجاني قد ارتكب الواقعة بكافة أركانها. يبقى هنا خطأ المجني عليه تسبب في أن الجاني يفلت تماما من العقاب لأنه ما خلاهوش يرتكب كل الأدوات والأسباب اللي هي خاصة بواقعة النصب الكاملة. طب ده يظهر كمان في صورة إيه؟ يظهر في صورة القضايا القتل والإصابة الخطأ، أن يكون واحد بيعد الشارع ثم يعتدي عليه المتهم ويصدمه بسيارته، يبقى خطأ المجني عليه وهو يمر الشارع في الطريق السريع ده هنا خطأ كان سببا في تخفيف العقوبة على الجاني أو ربما إفلاته من العقاب أصلا لأنه ارتكب خطأ. يعني في أحيان بيكون المجني عليه نفسه ارتكب خطأ كان سبب في أن الجاني يفلت من العقاب لأنه هو أيضا ارتكب خطأ سواء بثقته في النصاب دون أن يقدم له أدوات النصب المقنعة ومجرد ادعاء منه فهو وقع ضحية لهذا الادعاء، يبقى ما خلهوش بذل جهد. أو فيما يقص القتل والإصابة الخطأ، حين يمر شخص في الطريق السريع أو يكون راكبا حمارا مثلا، في الحالة دي هو اللي عرض نفسه للخطر وخطأه استغرق خطأ المجني عليه وهو أمر يوجب براءته أو تخفيف العقوبة عليه، ودي من الأمور اللي بننبه ليها يجب ملاحظتها عند دراسة وفحص القضايا والدعاوى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.